وبشأن آخر التطورات الميدانية في محيط المسجد الأقصى المبارك، معنا هاتفيا من مدينة الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب كفاشة. مرحبا بك سيد مصعب. إذا هل هناك اعتقالات للفلسطينيين في القدس المحتلة بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين الصهاينة؟ نعم، هناك تسجيل لتفاحلات اعتقال لعدد من المرابطين داخل المسجد الأقصى. المواجهات ما زالت مستمرة في أغلب أنحاء البقة الغربية. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين داخل البلدة القديمة وفي منطقة باب العمود وأيضا في المسجد الأقصى، ولم يسلم من اعتداءات لا الاحتلال ولا المستوطنين. أيضا النساء، حيث قام قبل قليل قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين إيقاف عدد من النساء والاعتداء عليهم. هناك تسجيل لأربع عمليات إطلاق نار منذ فجر اليوم في نابلس، عمليتين إطلاق نار وفي الخليل وفي بيت لحم. أيضا تسجيل عدد من نقاط المواجهة والتماس مع قوات الاحتلال وإلقاء الحجارة اتجاه سيارات المستوطنين في الشوارع الالتفافية وفي مناطق التماس. هل هناك تواصل بينكم وبين المعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك الذين تحاصرهم شرطة الاحتلال، وكيف هي الأحوال في محيط المسجد الأقصى المبارك الآن؟ يعني قبل قليل الهلال الأحمر أعلن بأن هناك 3 إصابات نتيجة اعتداءات المستوطنين على المقدسيين. يعني للأسف نحن كل ما نتحدث به هو قبل الموعد المقرر لانطلاق المسيرة. يعني هذه الاعتداءات وهذه العربدات وهذه الاستفزازات يعني فقط يعني تسبق المسيرة الأساسية والتي تم الإعلان عن موعدها تقريبا نحو الساعة 6. قوى المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال ثم انسحبوا. الآن يسيرون في كل أزقة البلدة القديمة في مسيرات وتهويدية وفي مسيرات استفزازية. الشبان المقدسيين يلوحون بالأعلام في منطقة باب العمود، يعتدون على النساء، يبصقون بوجه المسلمين. يعني أيضا نفذوا لأول مرة، نحن نتحدث لأول مرة، الاحتلال والمستوطنين يسمح بتنفيذ طقوس المدية وما يسمى بالسجود الملحمي ورفع الأعلام داخل المسجد الأقصى، في إشارة إلى أن المسجد الأقصى يعني هو محاولة لإظهار السيطرة والسيادة، على الرغم بأن الاحتلال أبلغ جميع الوسطاء وأعلن بشكل رسمي بأنه لن يكون هناك تشجيع على الوضع القائم وبأنه لن يسمح بأي عمل استفزازي، ولكن كل هذا للأسف كان عبارة عن تدليس وكذب من أجل أن يمر اليوم بسلام على المستوطنين. يعني الآن ذكرت هذه الانتهاكات والتجاوزات من الاحتلال والمستوطنين اليهود، أيضا السلطات الفلسطينية الآن خطيب المسجد الأقصى أيضا الشيخ عكرمة صبري يعني طالبوا بإجبار الاحتلال على إلغاء مسيرة الأعلام هذه. هل يمكن بتقديرك وأنت صحفي التعويل على أطراف دولية وإقليمية الآن في هذا الوقت لإجبار الاحتلال على إلغاء هذه المسيرة؟ يعني بصراحة يعني على متابعتنا الإعلامية ومتابعات تصريحات الاحتلال لا يمكن الآن تغيير هذه المسيرة. المسيرة يعني المقررة، والاحتلال ورئيس الوزراء الاحتلال بنت أعلن فجر اليوم بأنه أجرى جلسات مشاورات تقليمية مع عدد من القادة وقادة الأمن والشباك وقادة الأمن الداخلي، وأقر بشكل رسمي استمرار هذه المسيرة. وأيضا قبل أن نتحدث عن استمرار المسيرة نتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات يعني جدا مهمة يظهرها المستوطنين والاحتلال اليوم، عندما يتم تغيير الوضع القائم والتقسيم الزماني والمكاني وأداء الطقوس التلمودية التي نراها لأول مرة بشكل علني في المسجد الأقصى. طقوس تلمودية تحصل لأول مرة في محيط المسجد الأقصى؟
طقوس تلمودية تحصل لأول مرة في المسجد الأقصى كالسجود الملحمي، يسمى بالسجود الملحمي، لم نراه عادة في المسجد الأقصى إلا اليوم. إذا في الدقيقة الأخيرة، الرئاسة الفلسطينية ذكرت أن إجراءات الاحتلال تتصادم مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يعد مدينة القدس أرضا محتلة، لماذا لم يتحرك ولا يتحرك الآن أيضا مجلس الأمن الأمم المتحدة لتترجم ذلك عمليا وتردع الاحتلال؟ لأن العالم، يعني العالم أعور، يرى بمنظور وبنظرات الاحتلال الإسرائيلي فقط. شاهدنا العالم كله تداعى عندما حصلت الأزمة الأوكرانية الروسية ووقوف العالم كله بدعم لأوكرانيا، بينما الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات دون أي وقوف. مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو عبارة عن مظلة وحامي لدولة الاحتلال. إذن من محيط المسجد الأقصى المبارك من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب فيشة، شكرا جزيلا لك.